يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما سبب تسمية دعاة التوحيد في كل مكان تسميتهم بالوهابية ابتداء من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث أصبحت هذه الكلمة تنفر كثيرا من الناس من دعاة التوحيد؟ لا والله ما تنفر، هذا فخر لنا ولله الحمد، إن اللي يدعو إلى التوحيد يسمى وهابي، إذن اللي يدعو إلى الشرك وش يسمى؟ يسمى إيش؟ جاهلي. هذا فخر لنا، خلهم يسمون فخر، الحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ شهادة منهم أن دعوة الوهابية أنها إلى التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل والداي، يقول صاحب لنجة رحمه الله، يقول إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي، يعني الرسول أحمد، يعني الرسول، إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد الثقلان أنني وهابي. نعم.